السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم متابعينا. النهاردة هنكلم حضراتكم عن المطهرات والأمن الحيوي disinfectants and biosecurity، وهنتكلم عليهم بشيء من التفصيل. الأمن الحيوي البيولوجي، يعرف الأمن الحيوي البيولوجي حرفيا بأنه الحماية الحيوية. وعندما نتحدث عن الأمن البيولوجي في مجال الدواجن فإننا نعني الحماية الحيوية لصحة الدواجن. وأبسط تعريف للأمن الحيوي هو منع المرض من الوصول إلى المزرعة. ومن الجهة العملية فإن الموضوع يتضمن أكثر من ذلك. نمرة واحد بيتضمن منع المرض من الدخول إلى المزرعة. نمرة اثنين منع المرض من الانتقال من دورة إلى أخرى. نمرة ثلاثة الوصول للحد الأعلى للمقاومة الطبيعية للطائر ضد الأمراض. رقم أربعة وقاية الطيور عن طريق التحصين. قبل تفصيل هذه النقاط علينا أن نعرف ما هو المرض. فهو حالة من الإعياء نتيجة سبب ممرض وله عواقبه. لذا عند التحدث عن تعرض المزرعة لمرض ما فإننا نعني حقيقة المسبب المرضي. تقطم مسببات الأمراض إلى قسمين، قسم اسمه معدية والقسم الثاني غير معدية. المسببات المعدية زي الفيروسات، البكتيريا، الميكوبلازما والطفيليات. المسببات الغير معدية زي السموم والنقص الغذائي. والمسببات المعدية للأمراض قادرة على الانتشار والانتقال إلى كل ما هو غير حيوي أو الأشياء الثابتة في المزرعة والتي تعتبر حاملة للمرض. ومثل هذه الأنواع من الأمراض هي التي تنتشر بسهولة من مزرعة لأخرى. وعليه فإن الأمن البيولوجي يجب أن يوجه لمنع المسببات الممرضة من دخول المزرعة. وعندما نذكر الأمن الحيوي في هذا الخطوط علينا أن نعرف جميع الوسائل اللي تمكن مسببات الأمراض من الوصول إلى المزرعة، علما بأن مفتاح ذلك هو أن نتعرف على جميعها. إن إهمال أحدهما قد يكون هو سبب دخول المرض إلى المزرعة. إذا أردنا السماح للأشخاص بدخول المزرعة فعلينا أن نراعي الاختيارات الآتية لتقليل نسبة المخاطر التي قد تنجم عنهم. نمرة واحد ألا يكون الشخص قد خالط الدواجن لمدة 72 ساعة وأن يستحمى ويبدل ملابسه ويطهر الأيدي. رقم اثنين تحمى ويبدل ملابسه ويطهر الأيدي. رقم ثلاثة تبديل الملابس وتطهير الأيدي. رقم أربعة يلبس رداء أو أفرول فوق ملابسه. رقم خمسة يلبس حذاء عالي الطاق اللي هو بنسميه البوت. رقم ستة لا يتخذ أي إجراء. وهنا تجدر الإشارة إلى أن الوقت والتكاليف وما قد تسببه الإجراءات من إزعاج كلها عوامل تختلف من موقع لآخر. إذن ما هو الإجراء السليم؟ تعتمد الإجابة على نوع القطيع الذي يخضع للزيارة. فإذا كانت الزيارة لقطيع جدود كبير عندها اتباع الاختيار رقم واحد في اللي قلناهم. أما إذا كانت الزيارة لقطيع صغير في الحديقة الخلفية لمنزل المربي فنختار رقم خمسة وستة وده بيكون مناسب. بينما الاختيار رقم واحد واثنين يكون مبالغ فيه. وبالنسبة لقطيع من بداري التثمين فإن الاختيارات ثلاثة وأربعة هي المناسبة. أما إذا كان القطيع كبير وبحالة صحية جيدة فإن الاختيار رقم اثنين اللي هو الاستحمام وتبديل الملابس وتطهير الأيدي يمكن أن يؤخذ في الاعتبار. ما هي الأشياء الأخرى التي قد تصل إلى المزرعة حاملة معها المرض؟ الكتاكيت عمر يوم أو الطيور في بداية وضع البيض. كذلك العلف والمياه، عربة نقل العلف، الباعة، الطيور البرية، الذباب والحشرات الأخرى، القوارض، القطط والكلاب، عمال جمع الطيور النافقة إذا ما تخلصش منها في الموقع، الفرشة، الأدوات واللقاحات وعمال مسك الطيور. تكمن مخاطر العدوى في كل بند من هذه البنود. وعلى المربي أو الفني أو الطبيب البيطري أن يأخذ ذلك في الاعتبار.
ويقرر الإجراءات العملية والواقعية التي يجب تطبيقها في المزرعة للتخلص من هذه المخاطر أو تقليلها. طيب، كيفية انتقال المرض للمزرعة؟ كثير من الأمراض يصعب التخلص منها وتصبح متوطنة إذا انتقلت للمزرعة، وهذه الأمراض قد تؤثر على إنتاجية الطيور وبالتالي على الربح. ولهذا السبب من الضروري أن يكون في برنامج التربية فترات انقطاع منتظمة لا يوجد بها طيور في المزرعة، وخلال هذه الفترات يجب تنظيف وتطهير الحظائر جيدا. والأسلوب الحديث لإنتاج بدائل التسمين هو اتباع سياسة دخول الكل وخروج الكل، على أن تطبق على أساس الموقع كله وليس على كل حظيرة لوحدها. ويجب أن نذكر أن المواقع التي فيها طيور متعددة الأعمار هي أفضل صديق للمرض. ولمنع انتقال المرض من دورة إلى أخرى يجب اتباع التعليمات الآتية: أول حاجة، التنظيف والتطهير التام للموقع وكل المنطقة المحيطة به. نمرة 2، عدم السماح للطيور البرية بالتواجد داخل المزرعة. رقم 3، التخلص من الحشرات القشرية. رقم 4، التنظيف والتطهير التام لمنطقة الإدارة مثل مكتب المدير أو أماكن فريق الإدارة، المسكن، المخازن إلى آخره. طيب، الوصول بمقاومة الطائر إلى الحد الأعلى. بعض مسببات الأمراض سوف تتواجد بطبيعة الحال في المزرعة من وقت لآخر، ولكي ينشأ المرض المعدي يجب أن يتغلب المسبب المرضي بقوة على القوة الدفاعية الطبيعية للطائر حتى يحدث الداء. وكلما زاد عدد الميكروبات الممرضة كلما زاد احتمال حدوث المرض. وهنا قد يخطر ببالنا أن الأمن الحيوي يخفض الجرعة الفعالة إلى المستوى اللي يجعل المسبب المرضي غير قادر على إحداث المرض، وهذا له أهمية تأمين القوة الدفاعية نفسها للطائر وعدم الإخلال بها لأسباب أخرى. الغذاء الذي به نقص لفيتامين ألف له تأثير سيء على الأغشية المخاطية للعين والقناة الهضمية والجهاز التنفسي، حيث تصبح أكثر قابلية للإصابة بالمسبب المرضي. السموم الفطرية في الأعلاف تسبب خللا بجهاز الطائر المناعي، ودرجات الحرارة المرتفعة في بيئة الطائر تجبر الطائر على أن يستعمل فمه للتنفس، وبذلك لا يسمح للهواء المستنشق بأن يمر خلال فتحات الأنف أو يتعرض للقوة الدفاعية المتواجدة فيه. والنسب العالية لغاز النشادر تسبب خللا واضحا في فعاليات الأهداب الدقيقة والخلايا المناعية، واللي بتعتبر من القوة الدفاعية المؤثرة للجهاز التنفسي للطائر. وعلى ذلك يجب العمل على توفير الغذاء المتزن واللي بيحتوي على جميع العناصر الغذائية، والتحكم في البيئة المحيطة بالطيور حتى يمكن منع حدوث الأمراض المعدية. طيب، التحطين. يوفر التحطين الحماية الكافية للطيور من الأمراض المعدية. وعموما فإن أغلب اللقاحات منتجة على مستوى عالي من الجودة، إلا أن كفاءتها غالبا ما تتأثر بطريقة إعطاها للطيور أو طريقة تخدينها. العوامل التي تؤثر على فاعلية المطهر: أول حاجة، التركيز. إن استخدام أي مطهر بالتركيز الموصى به للشركة المصنعة هام جدا وضروري للوصول إلى كفاءة عالية من هذا المطهر. فاستخدام تركيزات أقل يعني زيادة الزمن اللازم لقتل الميكروب، وهذا يعني على المدى البعيد أنه قد تتولد مناعة لدى البكتيريا لهذا المطهر وتقل بالتالي فعاليته. ولذلك يجب عند شراء المطهر التدقيق في نسبة تركيز المادة الفعالة فيه ونوعها. فمثلا مركبات رباعي الأمونيوم متوسط التركيز فيه في حدود 15%، ولكن الشركات المصنعة تنتج منها تركيزات ما بين 1.5% وهذا لباقي المطهرات. رقم 2، درجة الحرارة. عموما المطهر يكون أكثر فعالية في درجات الحرارة الأعلى، فمثلا الفورمالدهايد تقل فعاليته لو انخفضت درجة الحرارة عن 10 درجة مئوية. رقم 2، درجة الحموضة. تتأثر درجة فعالية المطهرات بدرجة الحموضة اللي هي البي اتش للوسط اللي بتستخدم فيه. فعلى سبيل المثال الكلوروماين تي تكون درجة فعاليته جيدة جدا عند أوت هيدروجيني البي اتش بتاعته تكون من 6 ل 7، بينما رباعي الأمونيوم تكون فعاليته جيدة جدا
عند البي اتش من 6 على 10. لذلك كان من الضروري اختيار المواد المنظفة واللي تستخدم في الغسيل قبل استخدام المطهر مثل الصابون والمنظفات الأخرى لكي تتلائم مع المطهر المراد استخدامه. فإننا لو استخدمنا منظف في الغسيل يعطي بي اتش حامضي، وبعد ذلك استخدامنا مطهر يعمل بي اتش قلوي، فإن هذا المطهر سوف لا يعمل بالصورة أو بالكفاءة المطلوبة منه، وبالتالي قد تنتج مشاكل مرضية ناتجة عن ارتفاع العدد الميكروبي. المطهرات أو المطهر هو المادة الكيميائية اللي بتبيد الميكروبات الضارة الموجودة في بيئة الحيوان زي الأغنام والأبقار والدواجن، وهي مادة بتقتل الميكروبات خلال دقائق قليلة. والمطهرات لها الأولوية عن كل الأدوية والكيماويات الأخرى المستعملة في حقل الإنتاج الحيواني، وهي تفوق في الفائدة المضادات الحيوية اللي تعتبر الخط الثاني في الدفاع. طيب لماذا نستعمل المطهرات؟ تستعمل المطهرات من أجل التوفير، حيث أنها تؤدي إلى التخلص من الميكروبات الفيروسية والبكتيرية والطفيلية، وإلى إبادة كثير من الأطوار المتحوصلة والمتكيسة، وبالتالي تؤدي المطهرات إلى التقليل من تعرض الحيوان أو الطيور للميكروبات، وتحد من الأمراض كثيرا، وبذلك يكون الحيوان أو الطير أكثر إنتاجية وأفضل صحة. ونضيف إلى الفوائد السابقة الحقائق الآتية والتي توضح فوائد التطهير في مجال الدواجن. إن الأمراض الفيروسية للدواجن غير قابلة للعلاج، دي أول حاجة. ثاني حاجة، علاج الأمراض البكتيرية مكلف، وبالتالي فإن التخلص من الميكروبات بالمطهرات أسهل وأكثر فاعلية. نمرة ثلاثة، باب النجاح في صناعة الدواجن هو الوقاية، ومفتاح الباب هو المطهرات، والوقاية خير من العلاج، شعار من يعمل في صناعة الدواجن. إن شاء الله خلال الحلقة القادمة هنتكلم عن مواصفات المطهر النموذجي ونكمل باقي الدرس إن شاء الله. في النهاية بشكركم لحسن المتابعة، لو عجبك الفيديو دوس لايك، وما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس حتى يصلك كل جديد وحصري من قناتنا. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.